مساء الخير وأهلا بحضراتكم من جديد في تغطيتنا المستمرة عبر شاشة إكسترا نيوز والتي نخصصها حتى 12 صباح اليوم لمناقشة جهود الدولة الكبيرة في ملف الصناعة والتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف الذي يريه أهمية متقدمة في العشر سنوات الأخيرة. ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف الصناعة اهتماما كبيرا منذ توليه مقاليد الحكم وأصدر العديد من التوجيهات المهمة التي تعد قبلة الحياة للملف الذي شهد طفرة كبيرة على مدار عشر سنوات، وكان آخر هذه الطفرات متابعة فخامة الرئيس لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومحاور ومراحل التطبيق، حيث تهدف الاستراتيجية إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة كافة بمصر وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي وإقليمي ودولي متطور بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية ويعزز الاقتصاد الوطني ككل على النحو الذي ينعكس إيجابيا على مستويات المعيشة للمواطن المصري. التوجيهات الرئاسية المستمرة هدفها الوقوف على التحديات والعقبات التي كثيرا ما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية على مدار عقود سابقة وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري، حيث أكد السيد الرئيس مرارا وتكرارا أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة المصرية وأن التغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر أيضا فرصا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجها في هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة المصرية والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، لافتا لأهمية أو الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعي المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة. ووجه الرئيس السيسي كذلك بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم يد العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع حفاظا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال. ولنقاش حول هذا الملف المهم تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد. أهلا ومرحبا بك دكتورة وفاء، وسؤالي لحضرتك تحديث خريطة الاستثمار الصناعي المصري إلى أين وصلنا بها في الداخل؟ البداية فندم أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد ومتابعينك الكرام. لا شك أننا اليوم بنتكلم عن إعادة البنية الصناعية لمصر بالربط بين التصنيع المستدام والاستدامة الرقمية، لأن الحقيقة المعطيات والمتغيرات اللي بيمر بيها العالم حاليا جعلتنا نصر في الاعتماد على الذات في الأصل والارتكاز على تكامل الأدوار بالوصول إلى الاقتصاد التنافسي واقتصاد المعرفة. وطبعا كلنا نعلم أننا في عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة والروبوتات الذكية والتحرير الجيني، فكان على مصر أن تحدث هذا التناغم مع ما يحدث في مشمول هذا الملف. ويمكن حضرتك بتتحدث عن تحديث الخريطة الصناعية، اسمح لي يا أستاذ محمد أن أنا أقول عدة نقاط. أولا الدولة المصرية مشيت في مسارات إيجابية، ولها هو ربط التعليم الصناعي والتنمية باعتبارهم وجهين لعملة واحدة ومحاولة إدماج التدريب والأكاديمي والفني في محاولة منها لسد فجوات التوظيف في مصر، وده الحقيقة اللي اتكلم عنه التقرير الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. الأمر الثاني هو تكامل الأدوار الأفقية والرئاسية في مجال هذه الصناعة. ليه بقى؟ لأن احنا ببساطة يا محمد ليس الأمر
في مجرد التصنيع أو تأسيس مصانع أو تنمية صناعية، إنما الأهم هو القصد في تحول مصر للاعتماد على نفسها. ولذلك القيادة السياسية بفهم تبنت نهج هذه السياسات اللي بتعزز الاستثمار والتعليم والتدريب والبحث والتطوير والابتكار. وحضرتك بتتحدث عن المنظومة الصناعية كلها، لابد أن نلفت نظرنا إن إحنا الحقيقة أمام يعني تحديث جديد، لأنك عندما تصنع مجدك اصنع صناعتك وطورها، هذا هو الاعتماد الأساسي. التناغم الحادث حاليا في هذا الملف بين الحاملين للحقائب وبين اتحاد الصناعات ده أمر هام جدا. الأمر الثاني إن الحقيقة الخريطة الاستثمارية اللي حضرتك تحدثت عنها، أنا بدأت الحقيقة أعمل من أول هذا الشهر يعني الجاري منصة مصر الرقمية الصناعية، وده أمر مهم جدا باعتبار نحن في عصر المعرفة زي ما قلت. نعم. وهنا حسأل حضرتك، ربما المشاهد أو المشاهدة الكريمة يسأل الفارق ما بين المصطلحين اللي حضرتك ذكرتيهم في سياق الحديث والإجابة، ما بين الاستدامة الرقمية والتصنيع المستدام، إيه الرابط ما بينهم والفروق الجوهرية ما بين المصطلحين؟ نحن نسعى أن يكون لدينا مركز إقليمي للتصنيع عالمي، ونحن لدينا كل المؤهلات، لأن بعبارة بسيطة يا أستاذ محمد يجب أن تعرف موازين قوتك وما يميزك عن الآخرين، ودي حقيقة فاعلة بالنسبة لموقع مصر وما يميزها. الأمر الآخر إن إحنا حاولنا نعمل مبدأ الاستدامة الرقمية لتكون مرتبطة بالصناعة وملف الصناعة، بمعنى إن إحنا أطلقنا الحقيقة منصاتنا الرقمية منذ بداية هذا الشهر الجاري، وهذه المنصة بتقدم لوزارة التجارة والصناعة نتاج حقيقي من خلال التعريف والاطلاع على جميع المعلومات التعريفية والإنتاجية والإحصائية لكافة المشروعات، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع المختلط. وردا على سؤال حضرتك أيضا، المنصة ممكن أي حد بيسمعنا دلوقتي، ما هو هدف هذه المنصة؟ هدف هذه المنصة هو الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، حيث أننا نتحدث عن ثلاثية التحفيز في مصر يا أستاذ محمد، ثلاثية التحفيز للنمو الاقتصادي الحقيقي، الصناعة، التجارة، الاستثمار. وأنا بالمنصة دي قدرت أربط ثلاثية هذا التحفيز، بمعنى إن أنا الحقيقة قدمت ارتقاء لخدمة القطاع الصناعي، سهلت الإجراءات، دعمت المصنعين من مجرد فكرة الفكرة في المشروع إلى مرحلة التصدير، توفير فرص العمل اللائقة، البيئة المحفزة. والأمر الأهم اللي يمكن أحب إن احنا نستعرضه مع حضرتك، إن أنا انتقلت انتقالة تانية خالص، إن أنا انتقلت من مرحلة الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، لأن الاقتصاد الريعي الحقيقي في الفترة الفائتة عمق لنا الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والادخار والصادرات والواردات، وأدى إلى خلل في الميزان التجاري. فأنا عدت إلى تصحيح المسار بالاقتصاد الإنتاجي. احنا بنتحدث النهاردة يا أستاذ محمد عن حلم حياتنا، نبراس حياتنا كلها القادمة، وهو صنع في مصر اللي احنا المفروض الحقيقة نعجله. والصناعة هنا كرافد أساسي من الثلاث محاور اللي حضرتك ذكرتيهم، اللي هو الصناعة والتجارة والاستثمار. الصناعة لن تتأتى وحدها من الداخل فقط، ولكن لابد أن يكون استثمار هناك من الخارج واستثمار أيضا من الداخل. الاستثمارات الصناعية أو جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية للقطاعات المختلفة، الفارق ما بينها وبين جذب أي استثمارات لقطاعات أخرى؟ طبعا إحنا أي دولة عندما تأخذ قرارات وتنفذها ويكون الإصلاح من الداخل للمنظومة ويشهدها الجميع، بالتأكيد ستجلب الداخلي والخارجي. إحنا شايفين المنظومة اللي بتتحرك دي يا أستاذ محمد حالة إصلاح هيكلية جوهرية، حتى في التشريعات الضريبية الأخيرة اللي بتفتح الآفاق لمرحلة جديدة بالنسبة للتصنيع والاستثمار وجذب الاستثمارات في هذا القطاع، اللي احنا بنأمل ان يرتفع مساهمته في الناتج المحلي من 17% الى 20% بحلول عام 2027. الامر الاخر ان انا ارسيت بنية رقمية هتسهل على المستثمر الخارجي والمستثمر الداخلي ايضا، انه هو يعني الحقيقة يعرف مواضع القوة اللي هيشتغل عليها. الأمر الثاني إن أنا بسعى لتحقيق حلمي المشروع في وصول صادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، فالسعي وربما 150 مليار دولار، وسمعنا عن هذا رقم نتمنى. في الآن. نعم
في الفترة الأخيرة. أتمنى محمد. وهنا هسأل حضرتك دكتورة وفاء أيضا سؤال آخر، التحديات الموجودة أمام الدولة أو اللي بتواجه بعض المصانع المتعثرة، وإزاي الدولة المصرية والحكومة المصرية الحالية هتساهم في حل هذه التحديات والتغلب عليها؟ الحقيقة أنا بدأنا فعلا تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها وفي منظومة الاقتصاد الرسمي، تذليل كافة العقبات، عدم إغلاق أي مصنع، عدم يعني إنهاء مشاكل المتعثرين. أنا بسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، فكان من الطبيعي أن يكون هناك تنسيق تشاركي بيني وبين الجهود اللي بتتوحد على مستوى الشغل في هذا الملف. القطاع الخاص استحواذه في المراحل القادمة طبقا لسياسة الدولة. أنا الحقيقة يعني احنا بنتحرك في هذا الملف تحرك سريع جدا يا استاذ محمد، ويمكن يشهد علينا الساحة والتحرك الموجود في هذا الملف، لان انا قدرت الحقيقة اعمل ما يسمى بضمان تحقيق العدالة المكانية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا في التصنيع المحلي قدرت ان انا اضفر كل الجهود عشان تتكامل سلاسل التوريد على مستوى الحيز الجغرافي لجمهورية مصر العربية. قدرت ازود تعميق المكون المحلي بنسبة 100%. أخذت في الاعتبار إدخال التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من مواكبة الثورة الصناعية. نعم. كل هذا. دكتورة وفاء لو سمحتي تبقي معي، ورد إلينا هذا الخبر حيث قامت دكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة مصابي حادث تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، كما اطمأنت على المصابين بمستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار، وكان في استقبالها نائب محافظ الشرقية ونائب رئيس جامعة الزقازيق. واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي للمصابين وأسرهم وتعرفت على احتياجاتهم، موجهة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين، بالإضافة إلى صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا. والتقت دكتورة مايا مرسي متطوعي الهلال الأحمر المصري بمحافظة الشرقية وطالبتهم بالوجود في المستشفى ومساندة أسر المصابين. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة الوجود في موقع الحادث ولجنة الإغاثة بالمديرية وكذلك فرق الهلال الأحمر المصري لتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين. عودة مرة أخرى مشاهدي الكرام للنقاش مع دكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد. دكتورة وفاء، يعني قبل الحديث عن هذا الخبر الذي ورد إلينا منذ قليل الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ودكتورة مي مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كنا نتحدث عن التحديات اللي بتواجه بعض المصانع المتعثرة وجهود الدولة المصرية والحكومة الحالية في التغلب على هذه التحديات. تفضل يا دكتور. الحقيقة منذ أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتوطين وتعميق الصناعة اللي بتهدف إلى زيادة القيمة المضافة وطبعا زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوفير ورفع القدرة التنافسية، الحقيقة الدولة كانت حريصة على التكامل الرأسي والتكامل الأفقي في هذا الملف. بمعنى إن أنا بدأت أكون شركات مستدامة من بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، وأيضا التكامل الأفقي بواسطة دعم العمل الجامعي. أستاذ محمد، الخريطة الصناعية المصرية خريطة الحقيقة بتعتمد
على أمور هامة جدا. أولا بتضع مصر على رأس الدول الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لأن بتضم فرص استثمارية منذ أطلقناها في 2023. المجمعات الصناعية اللي عددها 17 مجمع على الحيز الجغرافي لجمهورية مصر العربية، وجاء يعقبها المنصة الرقمية اللي تحدثنا عنها في بداية كلامنا الحقيقة، اللي طرحت من خلالها المرحلة الأولى 1124 قطعة أرض صناعية. مساحة الأراضي المطروحة الحقيقة المتنوعة على الحيز الجغرافي ل 14 محافظة 805 مليون متر مربع. إذن مصر دولة جادة في هذا الملف. ومن المفترض طبقا للمعايير العالمية دكتورة وفاء، المفترض أن حجم الاستثمار في المجال الصناعي وتوطين الصناعة في الدول الناشئة أو الاقتصادات الناشئة يمثل كم في المية من الجي دي بي أو إجمالي الناتج المحلي؟ أستاذ محمد، يجب أن يتعدى 50%. يعني إحنا الحقيقة بنسعى زي ما حضرتك تفضلت إلى 145 مليار بعد 100 مليار بالاستراتيجية الجديدة. وعايز أقول لحضرتك إن إحنا حاليا وال 145 مليار دول يكونوا حجم صادرات لغاية 2030، يعني نكون وصلنا الرقم ده أو إن شاء الله نتخطاه بإذن الله. نتحدث كمان عن الكم والقيمة وليس الكم فقط. يعني احنا بنتحدث عن الكم والقيمة، مع الأخذ في الاعتبار اهتمام القيادة السياسية بمعايير الجودة العالمية. هل مصر تستطيع؟ طبعا تستطيع، لأن زي ما قلت في بداية كلامي يجب أن نعرف مواطن قوتنا وما يميزنا عن الآخرين. الأمر الآخر ان احنا الحقيقة قدام يعني حوالي 80-85% الصادرات الغير الصناعية غير البترولية الاستلاعية بتمثل حوالي من 80-85% من الناتج المحلي. ولكن يعني الحقيقة احنا بنسعى لمزيد في هذا الملف الهام والحيوي. الحاجة المهمة جدا ان انا قدرت يا أستاذ محمد خلال الفترة الوجيزة ان انا التنمية والتطوير بالنسبة للجامعات والقصد الاقتصادي والعائد الاقتصادي من تخريج طلاب تواكب فرص العمل في سوق العمل الدولي. ومن أمثلتها يمكن الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية والتوسع فيها على مستوى محافظات الجمهورية كافة، بالإضافة زي ما حضرتك ذكرت في بداية هذا النقاش عن التوسع في إنشاء المدارس الفنية المتقدمة والمتطورة الخاصة بالصناعات الموجودة بالفعل، حتى ننمي هذه الصناعات ونطورها بأسرع وقت ممكن لنواكب العالم المحيط من حولنا. بالتأكيد أستاذ محمد، ويجب أن يسمعنا الجميع إن إحنا لازم بنبحث عن الآثار الإيجابية لتطوير ملف الصناعة أو صناعة المجد الصناعي الحقيقي. إن إحنا بنسعى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي اللي بيوفر لنا فرص لائقة، يزود لنا مستوى القطاع الصناعي زي ما قلنا في النمو الاقتصادي، رفع القدرة التنافسية، خفض تكلفة المنتج المحلي، خفض الفاتورة الاستيرادية واللي إحنا بنعاني فيها بالحقيقة من مشاكل كبيرة جدا. الحقيقة هذا الملف الواعد ليه محاور، والمحاور تم الاشتغال عليها بتركيز، ويمكن أضافت لهم المنصة الرقمية والاستدامة الرقمية الحقيقة يعني إضافة كبيرة جدا للوصول إلى اقتصاد تنافسي، اقتصاد معرفي. بالطبع قدرنا كمان يا أستاذ محمد، يمكن مش في مجال حديثنا، ولكن يجب ألا نغفل مبادرتنا الكبيرة تبدأ، لأن احنا قدرنا من خلالها أكيد وتطبيقها أن احنا نطبق يعني كل شيء يتم على أرض الواقع. يعني أكيد في القادم من الأيام سنرى مستقبل مشرق في هذا الملف المهم والحيوي. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة وفاء علي أستاذ الاقتصاد. مشاهدي الكرام، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتشكيل فريق للتحقيق من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية، والسادة رؤساء نيابة استئناف المنصورة، والسادة وكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق. وكانت النيابة العامة رصدت تداول وقوع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعلى الفور بادر الفريق المشكل من النيابة العامة بالانتقال لمكان الواقعة، حيث قام عدد من أعضاء فريق التحقيق بمعاينة مكان الحادث، وعقب تمام المعاينة
تم إصدار أمر برفع آثار الحادث لعودة القطارات إلى مساراتها المعتادة، في حين قام عدد آخر بمناظرة جثامين المتوفين وإصدار تصاريح الدفن، كما يجرى سؤال المصابين واستكمال إجراءات التحقيق. تغطيتنا ما تزال مستمرة مع حضراتكم عبر شاشة إكسترا نيوز. مشاهدي الكرام، تعد عملية توطين الصناعة المحلية في مصر خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، كما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تشمل تقديم الحوافز الاستثمارية، تطوير الإطار التشريعي، توفير الدعم للقطاعات الصناعية خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل ارتفاع معدلات التضخم وأزمات الطاقة. وأعلنت مصر أعلنت قائمة بعدد 152 فرصة استثمارية لمنتجات صناعية لتوطينها في مصر وللعمل على إنتاجها محليا بدلا من استيرادها، وتتمثل في الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الطبية والدوائية والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية وأيضا الصناعات الهندسية. وهاتفيا ينضم الينا دكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد. اهلا ومرحبا بحضرتك دكتور عمرو. مع اطلاق المرحله الاولى من منصه مصر الصناعيه الرقميه، التجارب الدوليه السابقه في هذا الشان ماذا تعبر او عن ماذا تكشف، والتجربه المصريه ماذا يجب ان تتحلى به في الوقت الحالي ومستقبلا؟ يمكن في الحقيقه منصه مصر الصناعية هي واحدة من الطرق والتحديثات الهامة جدا اللي بتطلقها وزارة الصناعة في هذه الأيام بضوء النظرة الهامة جدا من القيادة السياسية لملف الصناعة بشكل عام وإطلاق استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية. هذه المنصة بالتأكيد تساعد على عرض الفرص الاستثمارية والتيسير على المستثمرين الصناعيين، ولكن في عصر الرقمنة والديجيتاليزيشن يعتبر التواصل عبر المنصات الإلكترونية هو واحد من سمات هذا العصر في عديد من الدول. يبقى لنا أن نفهم أن هذه هي مجرد آلية من إجراءات كثيرة جدا بدأت الدولة المصرية في الشروع فيها لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي سواء المحلي أو الأجنبي، لأن المستثمر الصناعي بطبيعة القطاع هو مستثمر طويل الأجل. نعم. وبالتالي يحتاج إلى مجموعة من الخصائص الهامة، فالاستقرار السياسي واستقرار البيئة الاقتصادية سواء الاستقرار النقدي
من خلال سعر الصرف، من خلال سعر الفايدة، من خلال الأدوات النقدية، وأيضا الاستقرار المالي من خلال التشريعات الضريبية، ومن خلال إجراءات الإفراج الجمركي والتعامل في الاستيراد والتصدير للمواد الخام ومدخلات الإنتاج. هذه الإجراءات الخاصة من الشروع في المشروع بتخصيص الأراضي الصناعية وترفيقها، انتهاء بدعم الصادرات الصناعية بشكل خاص وضمان استمرارية العمليات الصناعية، هذا هو جوهر الموضوع. ولذلك الاستثمار بشكل عام إن كان ملف هام جدا للدولة المصرية، فالاستثمار في القطاع الصناعي بشكل خاص هو أهم ويحتاج إلى كثير جدا من الآليات. هذا مشوار طويل. وقبل الولوج إلى الآليات، فكرة التنمية الصناعية، هذا المصطلح اللي حضرتك تحدثت عنه، ماذا نحتاج كدولة ناشئة تمر بتحديات عدة اقتصادية وسياسية وجيوسياسية في الفترة الحالية؟ التوسعة في الصناعات الموجودة والقائمة بالفعل وإضافة تكنولوجيات لها، أو زيادة حجم الرقعة الخاصة بالأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين من الداخل أو من الخارج في مصر، أم إدخال وتوطين صناعات جديدة محليا؟ أيهما أسرع وأكثر إنتاجا للدولة المصرية؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، وهي فكرة الاستقرار وطبيعة الملف طويلة الأجل التي كنا نتحدث عنها في السؤال السابق. كيف مع التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة ننأى بملف الصناعة عن هذه التوترات، ورؤية المستثمر الدولي للاقتصاد المصري؟ دخول مصر في مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية والتعاون الدولي، سواء بدخول مصر للكوميسا ومنطقة التجارة العربية ونفوذها السياسي والإقليمي والاقتصادي في القارة الأفريقية وفي المنطقة العربية، وأيضا في أوروبا كدولة من أهم دول جنوب البحر المتوسط، إضافة إلى الدخول في تكتلات دولية مثل البريكس وغيرها، يفتح للاقتصاد المصري أفاق أن تكون مصر قاعدة للأسواق الأخرى، وأن يكون السوق المصري هو سوق كبير جدا، وبالتالي كثير من المستثمرين الصناعيين، وهذا ما يجب أن نفهمه جيدا، أن هناك تنافسية شديدة جدا بين الدول، ومن الطبيعي والبديهي أن التوترات السياسية تؤثر سلبا على جذب الاستثمارات وبشكل خاص في المجال الزراعي. ولكن السياسة الخارجية المصرية المستقرة التي رغم التوترات الاقتصادية مصر هي وسيط لدعم السلام، رغم التوترات السياسية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، إلا أن الثقة الدولية في قدرة الجيش المصري على الحفاظ على هذه الحدود وتأمينها، وعدم انخراط مصر في أي حروب لأي أسباب تافهة، وعدم وجود أطماع في عقيدة الجيش المصري وفي عقيدة السياسة الخارجية المصرية للاعتداء على الغير، بتجعل رغم كل هذه التحديات لا تزال الدولة المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وبالتالي فكرة التنمية الصناعية المتكاملة هي فكرة موجودة، وما يجب أن نفهمه في هذا الشأن أن الاعتماد على القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي في التنمية الصناعية هو الركيزة الأساسية لإحداث هذه التنمية. التنمية من خلال الاستثمارات العامة فقط تكون في بعض الصناعات ذات الأبعاد الأمن القومي، أو التي تحتاج إلى تكنولوجيا فائقة في قطاعات بعينها، ولكن الأساس في التنمية الصناعية هو القطاع الخاص. وبالتالي قدرة الدولة على توفير السياسات والآليات
الداعمة لأن يقود القطاع الخاص هذه التنمية الصناعية هو الفيصل وهو المحك، وربما يكون أحد أهم أسباب فشل في عهود سابقة وفي عقود سابقة ملف التنمية الصناعية في مصر كان أنه يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار من خلال القطاع العام، وهو ما فشل على مستوى العالم مش على مستوى مصر في استخدامه كاستراتيجية. يعني إذن حضرتك بتحبز فكرة آلية الرقابة من قبل الدولة ولكن ترك المساحة الأكبر للقطاع الخاص للعمل. وهنا المرحلة الأولى بنتكلم عنها في هذه المنصة، منصة مصر الصناعية الرقمية اللي تشمد عدد من الخدمات الرقمية، وهي خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية. ما هي الآليات الاقتصادية التي يجب أن تتوفر للمتابعة والمراقبة تكون موضوعة لهذه الخدمة، خدمة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية؟ بالتأكيد تيسير الإجراءات من خلال المنصات الإلكترونية في عذرا يبدو أن الاتصال قد انقطع من المصدر مشاهدي الكرام، واستكمالا لجهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي شهدت الفترة السابقة إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث، وأيضا للتيسير على المستثمرين إلى جانب تطوير الخدمات بهذا القطاع المهم، واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين والحصول على الخدمات المختلفة ليقيموا نشاطا صناعيا يسهم في تطوير وتوفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات لهم وتوطين الصناعات المحلية، وكذلك تعظيم القيمة المضافة لتمكينهم من المنافسة أو تمكين الصناعة المصرية من المنافسة في الأسواق الخارجية، ويدفع بذلك عجلة التصدير ويجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. أيضا المرحلة الأولى تتضمن من إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية عددا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، وهي خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، إلى جانب إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك. أسامت سياسات التحفيز والدعم التي اعتمدتها الحكومة لعدد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد برفع معدلات نمو تلك القطاعات وتوسيع قاعدة الإنتاج. هذا وتستهدف الحكومة المصرية في برنامج تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية مواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، من بين هذه القطاعات القطاع الصناعي. وتواصل الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من الإجراءات تستهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية عالمية ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية. ويسهم أو هذا الأمر يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي، ويزيد حجم الصادرات الصناعية بكل أنواعها خاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل داخل السوق المحلية المصرية التي تتوفر في مصانع لها بالفعل، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة واحتواء المصانع الصغيرة ودمج إنتاجها في الصناعة الرسمية والاقتصاد الرسمي، وتقدم المعاونة لهم مع الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمال الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها.
مشاهدي الكرام، وجه دكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية المعنية بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار الزقازيق بمحافظة الشرقية. وشدد رئيس الهيئة على زيادة قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم إلى 50,000 جنيه بدلا من 30,000 جنيه، وذلك بصفة استثنائية لأسر الضحايا على أن تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز. ومعنا عبر الهاتف مشاهدي الكرام دكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد. أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني بتواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات بتستهدف من خلالها تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية لتنمية سلاسل التوريد المحلية، هل هذا هو السبيل فقط أم أن هناك سبل أخرى يجب أن تضاف في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها الصناعة الوطنية وأيضا وسط تحديات العالمية المحيطة بمصر سواء عالميا أو إقليميا؟ في البداية برحب بحضراتكم السادة المشاهدين. خلينا نقول إن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لدعم الاقتصاد الوطني، بشكل النهاردة بنقول إن فيه يعني خريطة طريق للوصول بالاقتصاد المصري يكون اقتصاد حقيقي منتج بكافة قطاعاته اللي ولا سيما طبعا القطاع الصناعي والزراعي والتصنيع الزراعي، ومن خلال برضو زيادة الصادرات والاعتماد على المكون المحلي ليكون هو القيمة المضافة في التصنيع المحلي وتوجيهه للسوق الخارجي طبعا مع وضع ضوابط واشتراطات ومواصفات الجودة العالمية. كل هذه الأمور طبعا أعتقد أن هي الأولى بالاهتمام زي ما شفنا النهاردة من قبل الدولة، لأن الاقتصاد بدون إنتاج هي اقتصاد ورقي، لكن النهاردة بنسعى أو الدولة بتسعى إلى اقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج، ولا سيما طبعا في أغلب مكوناته ليكون المكون المحلي هو الأساس الذي يتم عليه التصنيع. والأمور دي ما بتجيش بأمور لحظية أو بقرارات سريعة، لكن الأمور دي لازم لها يكون في أساس حقيقي يتم البناء عليه. فعشان كده شفنا الإصلاحات اللي انتهجتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، أعتقد هي وضعت اللبنة الحقيقية بالوصول للاقتصاد المصري إلى أن هو يكون اقتصاد حقيقي قائم على التصنيع. شفنا مبادرات كثيرة أطلقها سيادة الرئيس، منها الداعم للتصنيع والداعم للمصنع المصري. شفنا مبادرات تم إطلاقها من كافة أجهزة الدولة بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمر سواء محلي أو أجنبي، وساوت بوضعت الحياد التنافسي كخطوط عريضة أو منهج أو دستور يتم التعامل عليه خلال الفترة القادمة. شفنا تسجيل كافة والتيسير لكافة الإجراءات الاستثمارية، ويمكن شفناها فكرة الشباك الواحد أو وصولا إلى الرخصة الذهبية، وتم تشكيل لجنة بإشراف دولة رئيس الوزراء لتذليل كافة العقبات التي تواجه فكرة الاستثمار. كل هذه الأمور خطوات اتخذتها الدولة، عشان كده بنقول إن المحصلة اللي احنا بنشوفه النهاردة في خطوات جدية، في نتيجة ملموسة على أرض الواقع. النهاردة الصادرات المصرية بتزيد، ويمكن دي رسالة مهمة جدا للمواطن اللي دائما بيسمع أو بيقول إن احنا ليه ما بننتجش أو ليه ما بنزرعش أو ليه ما بنصنعش، وده على غير الحقيقة وعلى غير الواقع. الواقع الحقيقي في يومنا الحالي ان احنا في تغير وفي طفره كبيره جدا في القطاعات الانتاجيه نعم. وهنا دكتور محمد هسأل حضرتك، هل المشكلات اللي بيواجهها بعض المصانع او اصحاب المصانع المتعثره، هل هي مشكلات اجرائيه تتعلق بامور اجرائيه سواء بتخصيص الاراضي او تقنين الاوضاع او البرنامج الزمني للتشغيل، ام هي مشكلات تتعلق بتوافر بعض المواد الخام او باستيرادهم لبعض المكملات الصناعيه، ام مثلا مساله دعم الصادرات اللي بيحصل عليها بعض المصنعين في الداخل؟ خلينا نقول لحضرتك ان احنا برضو الامور زي ما قلت لحضرتك في مستهل كلامي، الامور ما بتجيش في لحظه،
لكن هنقول ان ممكن كل هذه ما تم سرده من قبل حضرتك، كل هذه الامور موجوده والدوله تعمل على حلها. يعني النهارده دعم المصدر ورد الاعباء المستحقه اللي كان بيتم استردادها للمصدرين او المنتجين المصريين على مدى زمني من 4 لـ5 سنين، النهارده الدوله بقت بتسرع في عمليه صرف هذه الاعباء بشكل مبادره اطلقها سياده الرئيس. اعتقد النهارده لا تتعدى السنه الماليه اللي في نفس السنه الماليه بيتم صرف هذه المستحقات، ودوت كان ليه دور كبير جدا في دعم المصنع والمنتج المصري بالاضافه الى ارتقاء مستوى جوده المنتج المصري. خلينا نقول برضو ان من الثغرات اللي كانت موجوده الاجراءات البيروقراطيه اللي كانت بتواجه المستثمر في سواء ترخيص الاراضي او انهاء الاجراءات اللي كانت دائما ما يتم من خلال اكثر من 45 جهه مختلفه، النهارده تم تقليص هذه الامور بشكل فعلي وواقعي على ارض الواقع من فكره الشباك الواحد، لتقليص الامور من فكره الى ان وصلنا الى الرخصه الذهبيه واللي يتم توسيعها او توسيع اجراءات فيها اكثر من نشاط وكل يوم بتزداد، ودي كلها تقلصت كل هذه الاجراءات في امضه واحده من دوره رئيس الوزراء وفي مدى زمني لا يتجاوز ال 21 يوم عمل. فكل هذه الامور طبعا بيقول ان في تجاوب في ايجابيه مع مستجدات الاحداث، بنقول ان الدوله المصريه عازمه على انجاز فكره ان يكون الاقتصاد المصري اقتصاد منتج، فكره الاستثمار بصفه عامه اللي بتكلم عليها سواء زراعي او صناعي او في كافه الصناعات التحويليه، مش هتحدث الاستثمارات دي الا بدعم حقيقي من الدوله، والدوله عشان كده بقولت في مستهل كلامي الدوله المصريه النهارده وضعت لنفسها خارطه الطريق. وهنا ايضا نتحدث دكتور محمد عن فكره زيادة نسبة المكون المحلي، هل هي أصبحت فرض عين في ظل ما تمر به مصر والمنطقة المحيطة من تحديات إن إحنا لازم نزيد من نسبة المكون المحلي في معظم أو أغلب الصناعات الموجودة عندنا؟ بنتكلم مثلا زي صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الطبية أيضا، وأيضا كمان الصناعات النسيجية اللي بدأ الالتفات ليها كمحور مهم في التصدير للخارج. خليني اقول لحضرتك ان احنا في فتره من الفترات كان دايما بننظر على الرقم الصادرات ان هو كرقم مصمت، ويمكن نشوف ان اغلب الصادرات اللي بيتم تصديرها في الداخل من الداخل المصري هي باغلب 90% مكون اجنبي. لما نيجي نقيسها او بشكل اقتصادي نشوف القيمه المضافه الحقيقيه اللي دخلت على الاقتصاد المصري قد ايه، اللي لا تتجاوز 10% فقط، وهي تعد العماله او التجميع فكره التجميع. فالنهارده ما فيش فايده الاقتصاد المصري يعني قيمه اقتصاديه مضافه حقيقيه مش بذات الحجم. النهارده بقى في تكلفات من سياده الرئيس لعدم تصدير المواد الخام، الاتجاه الى استخدام التكنولوجيا اللي احنا كنا مش قادرين نستخدمها او ما عندناش الكفاءه ان احنا نستوعب هذه التكنولوجيا، بقى في العمل على هذا الملف من كافه اتجاه استخدام التكنولوجيا، وده ما كانش هيحدث الا باصلاحات في البنية التحتية وإصلاحات في البنية التشريعية وإصلاحات في الهيكل الاقتصادي للدولة واستعداد بالقوى البشرية لتستوعب هذه التكنولوجيا. فأعتقد النهاردة أن العمل المتزامن على كافة هذه القطاعات ابتدى يؤتي ثماره، ويمكن شفناه النهاردة بتداخل محدود من قبل الدولة في شكل شراكة حقيقية زي مبادرة إبدأ اللي أطلقت الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمستثمر اللي هو القطاع التكنولوجي. النهارده ابتدت تؤتي ثمارها ونشوف النهارده نجاحات حقيقيه بنسبه مكون محلي كبير. فالنهارده كلما زاد التصدير بمكون محلي اكبر مما قبله، فاعتقد ان ده كله بيعطي نتيجه ايجابيه للاقتصاد المصري ويعطي قيمه اقتصاديه مضافه. فكلما اعتمدت على المكون المحلي، وخلينا نقول ان الازمات اللي مر بها العالم منذ بدايه 2020 وجائحة كورونا وتضرر سلاسل الإمداد والتوريد، كل هذه الأمور حدثت فجوة في سلاسل الإمداد والتوريد، وخلينا نقول إن وضعت صانع القرار أمام والصانع المصري أمام المسألة لا بد من حلها، وهي توفير البديل للمكونات التي يتم استيرادها اللي طبعا تضررت، توقف الإنتاج، شفنا العالم كله هو بيتوقف. مصر الحمد لله خلقت من المحنة منحة يستفيد منها الاقتصاد المصري، وهي الاعتماد على ما لدينا من مكونات خام كنا لا نستطيع تصنيعها، لان النهارده الحمد لله خدنا خطوات جيده جدا
في فكره التصنيع. والنهارده زي ما قلت لحضرتك وهنا المقترحات اللي حضرتك ممكن تقدمها للساده المسؤولين المعنيين بخصوص فكره خدمات الدفع الالكتروني اللي بدات تنتشر وبكثافه في الاونه الاخيره، كيف يستفيد منها ملف الصناعه وتوطين الصناعه والمصنع والمستثمر في المجال الصناعي من الداخل او من الخارج، وما يجب على الدوله فعله لتسهيل اكثر وتبسيط اكثر اجراءات في خدمات الدفع الالكترونية التي بدت متطورة ومواكبة لما يتم في خارج مصر. طبعا هي فكرة الحوكمة والشمول المالي اللي اتخذته الدولة المصرية في الفترة الماضية نهج وتغير في اسلوب إدارة الملف الاقتصادي، اعتقد النهارده بقى شيء مهم جدا، وهو ده الركب اللي بيسعى به العالم كله. ولو تخلفنا كنا هنبقى خارج الركب، لكن النهارده الحمد لله مصر كانت لها السبق في فرض بنية تحتية، وظهرت هذه البنية وظهرت أهميتها في فترة الإغلاق جائحة كورونا على مستوى العالم. ويمكن من هذه النقطة تحديدا اللي هي فترة الإغلاق ديت، مصر قدرت تحقق اللي كان المفروض يتحقق في لسه 10 سنين قادمة. قدرت النهاردة مصر إن هي تطبق الشمولية، تطبق الحوكمة، تقلل الفجوة ما بين متلقي الخدمة وطالبها. كل هذه الأمور طبعا كانت أزالت الكثير من البيروقراطية. هل ممكن نسمع في القريب العاجل عن قرارات خاصة بحوافز مالية لكل من يعني يفعل فكرة الشمول المالي، وكل المصنعين أو المستثمرين في مجال الصناعة عن طريق يعني الجهات المختلفة أو الوسائل المختلفة خاصة بالدفع الإلكتروني؟ أعتقد أن التحول الرقمي النهاردة ما بقاش شيء طرفي، النهاردة شيء قامت الدولة حتى في من خلال الإقرار الضريبي أو الفاتورة الإلكترونية. فكل هذه الأمور طبعا وضعت كل من له يعني صفة اقتصادية أنه هو لا بد من التعامل مع الحوكمة والرقمنة بشكلها الكامل. فأعتقد أن الدولة تضع بعض الحوافز أو الضمانات لمن يستخدم هذه التكنولوجيا اللي هي خلاص أعتقد أنها هيبقى أساسي الفترة القادمة. أعتقد أن كل هذه الأمور واردة، ويمكن إحنا ما شاهدناه مما أطلقه دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية خلال الأيام القليلة الماضية من حوافز ضريبية. أعتقد أن ده إصلاح من ضمن الإصلاحات اللي انتهجتها الدولة المصرية، وطبعا في وجود الشمول المالي سيسرع من الاستفادة كل الممولين وكل من له تعامل مع الضرائب أن يحصل على المزايا التي تقدمها الدولة في الملف الضريبي. وأعتقد أنها ستكون أول خطوة لتطبيق هذه الحوافز كما حضرتك قلت. وبالفعل هي هتكون خدمة للمستثمر أو رجل الأعمال أو المصنع سواء من الداخل أو من الخارج، وخدمة أيضا وبتوفر على الدولة الكثير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد. توجه دكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان إلى مستشفى الأحرار التعليمية بمحافظة الشرقية للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطارين بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان للتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين كافة. وأوضح دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السكان أن نائب الوزير اطمأن على جاهزية المستشفى وتوافر مخزون من أكياس الدم والمستلزمات والأدوية، كما اطمأن على جاهزية أجهزة الأشعة والمعامل، وأشار إلى رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة بالكامل مع تكثيف وجود الأطقم الطبية، مؤكدا توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين. وأشار عبد الغفار إلى مشاركة أكثر من 40 سيارة إسعاف في نقل الحالات بوجود فرق الانتشار السريع لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية والعلاجية اللازمة، وأضاف أن إجمالي حالات الخروج من مستشفى الأحرار التعليمي بعد التحسن بلغ 11 حالة، وما تزال حالتان تحت الملاحظة. وفي الختام لكم تحياتي محمد المهدي وتحيات فريق عمل هذه التغطية، ونشكر لحضراتكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.